أهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم حتكون وصفتنا دجاج مع الخضرة والبطاطا البوري. لوصفة الدجاج اليخني للدجاج نحن حنحتاج الدجاج مقطع مكعبات صدورة، نحتاج فطر، نحتاج بهار دجاج، ملح، عنا جوزة الطيب، وعنا بصلة وصلصة وزيت ومعلقة طحين لنسمك فيها الصلصة. عنا هي الوصفة ثلاث أشياء. عنا بطاطا حتتقدم مع بطاطا بوريه، حنحط لها زبدة وحليب، والبطاطا أنا حطيتهم على النار مقطعتهم مكعبات ومقشرين عم بسلقهم على النار. وعنا خضرة ستة اللي هي هلا عم بغلي لها مي كرمال جهز لها. هلا هون أنا مقطعة البطاطا مكعبات وعم بسلقها بس مي تركها لتستوي منيح. عندي هون مي مغلية عم تغلي، بعد ما تغلي بلش سقط عليها الخضر. حط البازيلا والجزر اول شيء لانه بياخذوا وقت اكثر شيء. هول مكفيين بعد شوي. هلا رح ابلش بالدجاج اللي هو الدجاج، وصفة الدجاج. هضيف زيت شوي، هضيف بصلة شوي بس هيك دبلها نقطة صغيرة، هلا هون مع الخضرة بقدر ازيد ملح يعني بيطلع الطعمة اطيب، بحافظ شوي على لونها ضل لون اخضر. هلا هون صار فيه ضيف الدجاج، ضيفه فوق البصلة. اتركهم ليتقلبوا كلياتهم من كل الجهات. هلا بعد ما تقلب معنا الدجاج صار فيه حط معلقة طحين عشان تسبك شوي الصوص. حركة معاهم شوي. رح اضيف الفطر المقطع. قلبهم سوا مع بعضهم. رح اضيف الملح. بهار الدجاج. ورشي من جوزة الطيب. وبرشها فوق منهم. رح اضيف الصلصة. هوني رح اضيف شوية مي. هلا هيك وصفتنا صارت جاهزة. الدجاجات بدي اترككم بس يستووا، بغطيهم
بتركهم على نار خفيفة ليصيروا جاهزين معنا. عنا هون البازيلا والجزر صاروا كمان مستويين، صار فيه هلا أضيف البروكلي والكوسة. هلا الخضره السوتيه بعد ما يستووا مباشره لازم نغسلهم بمي بارده عشان نوقف عمليه الاستواء وحافظ على لونهم الاخضر الحلو. هلا انا هون بدي افحص هلا البطاطا اذا استووا مستويين صاروا. هلا بصفيهم بالمي، بدي زيد لهم الزبده وحليب واكيد كمان رشه جوزة الطيب. هلا عنا البطاطا صارت مستويه، بدي اضيف عليها الزبده، قطع الزبده، بدي اضيف شوية حليب، بدي اضيف ملح ورشة جوزة الطيب. رح اهرسهم كتير منيح. طبعا لما بنهرسهم هن سخنين بصير بساعدنا اسرع انهم ينهرسوا ناعمين. البطاطا المسلوقه ابدا ما بنهرسها بالمكنه بالمايج ميكس بالشيء الا بالايد افضل، لانه بس تخلطوها باي مكنه كهربائيه بتصير معنا البطاطا بتمغط. هلا صار عنا البطاطا الجاهزه والخضره السوتيه بعد ما صفيتها، غسلها طبعا مي بارد، واذا بتحبوا ترجعوا تحطوها بمقلايه، تحطوا قطعه زبده صغيره ترجعوا تسخنوها كمان ما في مشكله. فنسكبها اسكب كمان البطاطا. رح اسكبها بالجاط والف صحه.